أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت يا رب العالمين تجعل الصعب سهلا. بإذن الله رب العالمين سوف نحل تمارين على المضلع. قبل أن نحل تمارين نأخذ المضلع ونتكلم عن المضلع وخواصه. المضلع هو شكل رباعي أو هي شكل ذو أضلاع، بيتكون من قطع مستقيمة، اتحاد قطع مستقيمة. مغلق هو شكل مغلق، بدايته هي نهايته. ففي المضلع هناك مضلع منتظم ومضلع غير منتظم. المضلع المنتظم تكون أضلاعه متساوية، وهذا المضلع الذي سوف نتكلم عن قياسات زوايا. المضلع المنتظم طبعا هناك شكل مضلع محدب وشكل مضلع مقعر. المحدب الذي يكون به زاوية أو قياسات زوايا لا تتعدى الزاوية المنفرجة، أما إذا تعدت الزاوية المنفرجة فإنه يكون مضلع مقعر إذا كان في زاوية منعكسة. في المضلع المنتظم تكون أضلاعه متساوية، زوايا متطابقة. في الشكل المضلع المنتظم أي شكل مضلع زوايا الخارجة بتساوي 360 درجة. فمثلا لو كان هناك مضلع بالشكل بهذا الأسلوب منتظم، قياسات زوايا الخارجة أي زاوية خارجة بتكون محصورة بين الشكل وبين امتداد أحد أضلاعه. فإذا أخذت كده مديت الضلع ده كده يبقى دي اسمها زاوية خارجة أهي، امتداد أحد الأضلاع ومحصورة بين امتداد أحد الأضلاع والشكل. يبقى أنا أجيب نفس القياسات الزوايا الخارجة اللي في نفس الاتجاه أو بنفس الأسلوب أهيت، يبقى مد ده كده دي كده أهيت، مجموع قياسات الزوايا الخارجة دي كلها بيساوي 360 درجة. طيب قياس الزاوية قياسات زوايا المضلع بتساوي كام؟ لو قسمنا المضلع إلى مثلثات، إلى مثلث 2 3 4، قياسات كل مثلث بتساوي كم درجة؟ بتساوي 180. طب ده مضلع له 6 أضلاع، دي في كم مثلث؟ في 1 2 3 4، 4 مثلثات، 4 في 180، دي قياسات زاوية. بتلاحظ إن لو رسمت أي مضلع آخر هيبقى نفس عدد الأضلاع بتاعته بتساوي عدد المثلثات إلا 2، يعني عدد المثلثات بتساوي عدد الأضلاع ناقص 2. فالسداسي هتساوي كام؟ 6 ناقص 2 في 180 اللي هو قدامنا ده، بتساوي 4 في 180، بتساوي 0 4 في 32، 1 في 4 720 درجة. يبقى قياس زاوية الشكل السداسي بيه 720 درجة. قياس الزاوية الواحدة بقى، الزاوية الواحدة بتساوي ايه؟ 720 على 6. ندي قانون عام، يبقى قياسات زوايا أي مضلع، قياسات زوايا أي مضلع منتظم الداخلة، الزاوية الداخلة يعني، بتساوي 2 ناقص 2 في 180. قياس الزاوية الواحدة بتساوي كام؟ بتساوي نفس الكلام 2 ناقص 2 في 180 على نون، حيث نون دي هي عدد أضلاع المضلع لأي مضلع. نبدأ بقى نحل تمارين التمارين السابقة دي كنا حلناها في فيديو آخر، هنعيدها تاني بسرعة. من أول تمرين 3 صفحة 28، جيم 3 صفحة 28. المربع هو إيه؟ إحدى زوايا قائمة. المربع هو معين، لأن المربع المعين ده أضلاعه الأربعة متساوية. فإذا
أصبحت زاوية منه قائمة، هيبقوا كلهم قائم يتحول لمربع. شكل الرباع الذي أضلعه متساوية في الطول يسمى مربع، ويسمى كمان معين، أو بنسميه رباعي منتظم. شكل الرباعي الذي أضلاعه متساوية في الطول بيسمى معين، أو بنسميه معين أو رباعي منتظم. متوازي الأضلاع الذي قطرها متساوي، قطرها إيه يسمى مستطيلا. المتوازي الأضلاع اللي قطر المستطيل عبارة عن متوازي أضلاع قطر إيه متساويين، قطر وهذا قطر الاتنين متساويين. متوازي الأضلاع الذي قطراه متعامدان يكون هو الوحيد يا مربع يا معين، معين أهو، والمربع برضو أضلاع متساوية فأقطاره متعامدة. قال يبقى جمدان متوازي أضلاع في قياس زاوية ألف، ده متوازي أضلاع ألف بـ50 يكون قياس باء اللي جنبها بقى، يبقى كل زاويتين متتاليتين 180 درجة، يبقى 50 يبقى التاني 130. المستطيل هو ايه؟ احدى زوايا قائمة، هو متوازي اضلاع المستطيل. طب الشكل الرباعي الذي قطراه ينصف كل منهما الاخر يسمى شكل رباعي، قطراه بينصف كل منهما الاخر بنسميه متوازي اضلاع. اذا كان ا ب ج د معين، فان ا ب ج د يبقى ا ج اللي هو قطر، وب د متعامدان، ألف جيم عمود على باء دال. الشكل الرباعي الذي فيه ضلعان متوازيان يسمى متوازي أضلاع. في متوازي الأضلاع س ص ع ل، س ص ع ل إذا كان قياس س بتساوي نص قياس ص، س وص متجاورتين هو متوازي أضلاع، الاتنين مجموعهم 180، يبقى واحدة نص التانية واحدة الضعف، والتانية يبقى واحدة بـ60 والتانية بـ120. الصغيرة اللي هي السين بتساوي 60، يبقى إذا فين قياس ص بـ120 وسين بـ100 بـ60. القطران في إيه ينصف كل منهما زاوية قياسها 45 مع الضلع المجاور. القطران في يصنع كل منهما زاوية 45 مع الضلع المجاور اللي هو في المربع، لأن في المربع القطران بينصفان زاوية الرأس. المعين الذي محيطه 42 يكون طول ضلعه 42 نقسمها على 4 هيدينا 10.5 سنتيمتر. السؤال بعد كده بيقول أوجد عدد أضلاع، أوجد عدد أضلاع مضلع محدد منتظم قياس إحدى زواياه جيم 4. عدد أضلاع مضلع محدد، مضلع محدد يعني مش مقعد، منتظم قياس إحدى زواياه 140. طب قياس زاويته 140 درجة، ما يكون مضلع قياس زاويته 140. إحنا عارفين إن قياس الزوايا بتساوي إيه؟ قياس زاوية المضلع بتساوي نون ناقص 2 في 180 على نون. ده 140 بتساوي الكلام ده، لو نضرب طرفين فوسطين بقى 0 140 في نون بتساوي نون ناقص 2 في 180. 0 مع 0 على 2 فالـ7 على 2 فالـ9، يبقى 7 على 9 نون تساوي نون ناقص 2، لأن 7 على 9 نون ناقص، يبقى نقول نون ناقص 7 على 9 نون بتساوي 2. 9 بـ9 نون، 7 بتساوي 2، يعني 2 نون بتساوي 2 في 9 بـ18، يبقى نون بتساوي 9. يبقى المضلع ده له كم ضلع؟ 9 أضلاع. 135 بتساوي نون ناقص 2 على
نون في مية وتمانين، يبقى نون ناقص اتنين على نون تساوي مية خمسة وتلاتين، نقسم على مية وتمانين تساوي مية على مية وتمانين. مية خمسة وتلاتين على مية وتمانين نقسمهم بتساوي تلاتة على أربعة، يبقى نون ناقص اتنين على نون تساوي تلاتة على أربعة، يبقى تلاتة في نون بتساوي أربعة في نون ناقص اتنين، أربعة في نون ناقص أربعة في اتنين، نضرب الأربعة في نون أربعة في اتنين، يبقى عندنا أربعة نون ناقص تلاتة نون بتساوي تمانية، اتنين في أربعة بتمانية، أربعة نون نطرح تلاتة نون ونطرح أربعة تمانية من الطرفين، يبقى نون بتساوي تمانية، يبقى ده مضلع له كام ضلع؟ تمن أضلاع. طب هل مضلع منتظم زاوية قياسها مية درجة داخلة؟ نشوف، أدي نون ناقص اتنين على إيه؟ على نون، ده في مية وتمانين المفروض تساوي مية، يبقى عندنا نون ناقص اتنين على نون بتساوي مية على مية وتمانين بتساوي كام؟ بتساوي خمسة على تسعة. يبقى نون ناقص نضرب نون في تسعة، يبقى تسعة نون ناقص اتنين في تسعة تمنتاشر بتساوي خمسة نون، يبقى تسعة نون ناقص خمسة نون بتساوي تمنتاشر، يبقى أربعة نون بتساوي تمنتاشر، يبقى نون بتساوي تمنتاشر على أربعة بتساوي ستة ونص، أربعة ونص. ما ينفعش مضلع يبقى له عدد أضلاع فيها نص، لازم عدد أضلاع صحيح، يبقى لا يمكن أن يكون مضلع في زاوية داخلة بمية درجة. إذا كان قياس الزاوية الخارجية لمضلع منتظم تساوي تلاتين، قياس الزاوية الواحدة، ما عدد أضلاع هذا المضلع وما مجموع قياسات زوايا الداخل؟ مضلع، مضلع منتظم، ما أي مضلع؟ هناخد إحدى زواياه الخارج، شو المضلع اتفقنا بيبقى الشكل ده كده، ادي زاوية خارجة منه ده هي بتلاتين، الزاوية دي بكام؟ بتلاتين. طب قياسات زواياه كلها بكام؟ بتلتمية وستين، يبقى نقدر نقول عدد أضلاع المضلع بتساوي، دي اللي هي المسألة كيم، ستة، عدد أضلاع المضلع بتساوي ايه؟ بتساوي تلتمية وستين اللي هي قياسات الزاوية الخارجة على إحدى زواياه الخارجة، بتساوي تلتمية وستين على ستة فهل إيه؟ اتناشر، يبقى ده مضلع له كام ضلع؟ له اتناشر. ليه؟ بيقول إذا كانت قياس الزاوية الخارجة للمضلع واحدة منه تساوي تلاتين، لأن القياسات المنتظم كلها متساوية، فهو كل الزوايا الخارجة تلتمية وستين نقسمه مع تلاتين يدينا عدد الأضلاع اللي هما اتناشر. ما مجموع قياسات زواياه الداخلة بقى؟ يبقى قياسات زواياه الداخلة مش دي التلاتين، طب تبقى دي بكام؟ مية وخمسين، الزاوية الواحدة مية وخمسين، يبقى قياسات زواياه الداخلة بتساوي مية وخمسين في عدد الأضلاع اللي هما الاتناشر، مية وخمسين في اتناشر بتساوي ألف وتمنميت درجة، يبقى المضلع ده زواياه الداخلة ألف وتمنميت درجة، قياسات زواياه الداخلة. في الشكل المقابل توازي اهوت، الزاوية دي تلاتين دي سبعين دي أربعين،
برهن أن الشكل ألف باء جيم دال متوازي أضلاع. ألف باء جيم دال متوازي أضلاع. عندنا ألف باء بيوازي دال جيم، تمام. طيب لما ألف باء يوازي دال جيم، ده مش كفاية لأنه يكون متوازي أضلاع. لا، إيه متوازي أضلاع؟ إيه بيقول إيه؟ فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين، مظبوط. طيب لما كل ضلعين متقابلين متوازيين، انا عندي اتنين متقابلين متوازيين، يبقى عايز اثبت الاتنين التانيين. اثبت الاتنين التانيين باستخدام المعطيات اللي ادهالي. الزاوية دي 30، والزاوية دي 40، الزاوية دي 70. الزاوية دهيت، هو مش بيقول ان الضلع ده بيوازي ده، يبقى لازم استخدم التوازي. الزاوية دي بتساوي 70 بالتقابل بالرأس. تبقى الزاوية دي لما ديت ب70، ودي أقدر أحسب ديت، تبقى دي ب40. طيب الزاوية ديت 40 ودي 40، هما في وضع إيه؟ تبادل. ده مع ده وده قاطع. مرة تانية نصرف نظر عندي، نتابع كده. الزاوية دي كام؟ 30. الزاوية دي 70. دي كلها مستقيم، تبقى الزاوية دي بكام؟ الزاوية دي كام؟ الزاوية دي لما تكون دي 70 ودي 180، تبقى دي 110. يبقى 110 و30 140، يبقى الباقي 40. 40 و40 بالتبادل، يبقى ده بيوازي ده، يبقى أصبح متوازي. أو طريقة تانية، الزاوية ديت خارجة بتساوي زاوية المثلث مع ده المجاورة، يعني 70 بتساوي 30 ودي كمان، يبقى دي المفروض 40 عشان يبقى دي مع دي 70. بنشتغل بنقول بما أن مقياس زاوية ألف ميم باء بتساوي قياس زاوية ميم ألف دال زائد قياس زاوية ميم ألف دال ميم دال ألف ميم دال ألف، ونكتب نوع خارجة. الزاوية دي خارجة بتساوي دي زائد دي، تساوي دي ودي. يبقى إذن قياس زاوية ألف دال ميم، ألف دال ميم بتساوي 70 ناقص 30 بتساوي 40، بتساوي 70 اللي هي الخارجة ناقص زميلتها بتساوي 40، تبقى دي ب40. بما أن زاوية قياس زاوية ألف دال ميم دي و دال ب ج بتساوي قياس زاوية دال ب ج، وهما في وضع تبادل، يبقى إذن ألف دال يوازي ب ج، ألف دال يوازي ب ج. إذن ده شكل ده بقى إيه؟ ألف ب ج دال متوازي أضلاع. السؤال بعد كده اللي هو 8، في الشكل المقابل اللي بقى جيم دال مربع، ده كده هو مربع، ها تنتمي لبقى جيم، امتداد بقى جيم، ها هي وده يوازي ده. اثبت ان، يبقى انا عندي مربع وضلعين بيوازوا بعض. اثبت ان الف دال الف جيم هاء دال ألف جيم هاء دال متوازي أضلاع. طيب وأعطيني في المتوازي أضلاع ضلعين متوازيين، وأنا لازم أثبت الاتنين التانيين متوازيين. طيب مش ألف دال وباء جيم دول ضلعين في مربع؟ ت
تبقى الزاوية ديت بتساوي دي تبادل. هنقول بما أن ألف دال يوازي باء جي باء هاء، أكيد ضلع عين في مربع باء جيم، خلينا في باء جيم دلوقتي في مربع. طيب ده بيوازي ده لأنه ضلعين في مربع. إذن قياس زاوية دال ألف جيم بتساوي قياس زاوية ألف جيم باء تبادل، ده وده تبادل دي. طيب نقول ايه بقى؟ بما ان دي ودي بيساوي بعض التبادل، يبقى اذا ده هو بيوزي، يبقى نقول على طول برضو اذا الف دال هيوازي الف هاء. اذا الف دال بقى هتوازي ايه؟ الف دال توازي جيم هاء. يبقى اذا الف باء جيم دال متوازي اضلاع، لان في كل ضلعين متقابلين متوازيين. اثبت اوجد قياس زاوية ألف جيم هاء بقى. ألف جيم هاء مش ألف جيم دال بخمسة وأربعين. نقول بما أن قياس زاوية ألف جيم دال بتساوي خمسة وأربعين، لأن ده قطر والقطر بينصف زاوية الرأس. إذا قياس زاوية ألف جيم هاء دي كلها بقى بتساوي خمسة وأربعين زائد تسعين، لأن دي قائمة، بتساوي مية خمسة وتلاتين. شكل مقابل ده معين، معين أضلاع الأربعة متساوية، كل ضلع متقابلين متوازيين، الزاوية دي باتنين وستين، أوجد بالبرهان قياس زاوية ألف. عاوزين بالبرهان قياس زاوية ألف. مش هو متساوي الأضلاع؟ الضلع ده بيساوي ايه؟ الضلع ده. نقول بما ان اضلاع المعين متساوي، مش كده؟ اذا الف باء بيساوي الف دال. اذا قياس زاوية باء في المثلث الف باء دال بتساوي قياس زاوية الف دال باء بتساوي 62. عندي 62 دي زيها. إذا قياس زاوية ألف بقى بتساوي 180، ونشيل منهم كام؟ 62 زائد 62 180 ناقص 4 124 تساوي 56 درجة، بدي 56 درجة. في الشكل المقابل ده خمسة وأربعين، خمسة وأربعين، خمسة وأربعين، خمسة وستين، مية خمستاشر، سبعين. برهن أن الشكل ألف باء جيم دال متوازي أضلاع، ألف باء جيم دال متوازي أضلاع. أنا عايز أثبت أن كل ضلعين متقابلين متوازيين. طيب خمسة وستين ومية وخمستاشر كام؟ مية وتمانين. بأول حاجة نقول بما أن قياس زاوية دال زائد قياس زاوية جيم بتساوي خمسة وستين زائد مية وخمستاشر بتساوي كم درجة؟ مية وتمانين درجة. يبقى إذا ألف دال يوازي باء جيم. ليه؟ دول في وضع إيه؟ داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع. طيب عايز أثبت بقى كمان إن ده يوازي ده. الزاوية دي بكام؟ قلنا دول مية وتمانين، دي ايه؟ سبعين، تبقى دي كام؟ مية وعشرة. نقول بما ان قياس زاوية ألف هاء جيم بتساوي مية وتمانين ناقص سبعين تساوي مية وعشرة درجة. طيب تبقى الزاوية ده هي بكام؟ الزاوية ديت هتصبح تلتمية وستين ناقص مية وتمانين من عشرة هتديني سبعين درجة. ده هو بيوازي ده،
يبقى دي بتساوي دي ومرفوع على تبادل، يبقى ده بيوازي ده. انا عايز بقى اثبت ان ده بيوازي ده. نقدر نثبت ان ده بيوازي ده ازاي؟ عندي الزاوية دي كلها بقى بكام؟ دي ودي مجموعهم هيديني 180، يبقى يصبح ألف باء. طيب أصبح إحنا يبقى إذا إحنا ثبتنا إن ديت ب110، دي ب110، يبقى إذا قياس زاوية هاء ألف دال بتساوي كام درجة؟ 70 درجة. إذا قياس زاوية ألف كلها، مفروض أثبت ألف كلها ودال، قياس زاوية ألف زائد قياس زاوية دال بتساوي 45 و70 و65، بتساوي أدي 110 و70 180 درجة. يبقى إذا هما في وضع وهما داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع، يبقى إذا ألف باء يوازي دال جيم، يبقى ألف باء كمان بيوازي دال جيم، وثبت كده ألف دال يوازي باء جيم. ألف باء ثبته بدال جيم، يبقى إذا الشكل ألف باء جيم دال رو متوازي أطلع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.